أنا ما رح أتركك بسهولة، رح خليك اطلق سارة اليوم إجباري عنك هون وهلأ. شبكن أنتو؟ خلص اتركوا بحاله. لو سمحت أنت روح على بيتك، منبقى منحكي بهذا الموضوع بكرة. إحسان تعبان كتير هلأ وهو بحالة صدمة، وأنا خبرت أهلك يلي صار من شوي. بس أنا بدي أشوف السيد إحسان. ما فيني خليك تشوفه لإحسان هلأ، بعرف أنه كتير صعب تقنع إحسان مشان تحل هي المشكلة، بس بوعدك أني رح ساعدك تحله للموضوع. كيف يعني؟ اسمعني، انت عملت شي كتير منيح وقت تزوجتها لسارة، بس هلأ لازم تاخد سارة معك مثل ما بيعمل أي زلمة محترم. أول ما يتحسن إحسان رح أحكي معه مشان نعمل لكم عرس بالبيت، وهو أكيد رح يسمع مني. انت ما في داعي تتدخلي بالموضوع أبداً، أنا رح أحكي مع السيد إحسان وبدي أقنعه بطريقتي.